والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ذي بدء، وأنا أزن ثقل المسؤولية التي أوكلت لي، أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإلى السيد وزير الطاقة والمناجم على الثقة التي وضعت في شخصي. لن أدخر أي جهد لتحقيق أهداف سوناتراك والمتمثلة أساسا في تلبية حاجيات الوطن من جميع أنواع المحروقات ومشتقاتها، والفائض يوجه للتصدير لتلبية حاجيات الدولة الجزائرية من موارد العملة الصعبة. هذا ملخص بسيط، ولكن للوصول لهذه الأهداف هناك عدة محاور مترابطة كسلسلة، منها الاستكشاف لتعويض ما استهلك وتجديد المخزون ولضمان ديمومة الشركة، فالشركة تكون قوية بمخزونها. الإنتاج والتطوير من بترول وغاز ومكثفات وجي بي ال يعتبر العصب الحيوي لتزويد وحداتنا التحويلية من تكرير بترول ومكثفات وكذلك البتروكيماويات وتمييع الغاز. نقل المحروقات عبر الأنابيب والبواخر، التسويق نشاط أساسي في سلسلة تثمين مبيعات الشركة التي حتى تتمكن من الاستفادة من كل قيمة مضافة. هذه النشاطات التي تعتبر القلب النابض للشركة، مع المحاور الأخرى، فمحور الشراكة يعد اختيار استراتيجي لنا، علينا ترقيته أكثر فأكثر. الطاقات المتجددة لسوناتراك دورا أساسي لتنويع الطاقات وتطوير الطاقات المتجددة. الموارد البشرية تعد رأس المال الحقيقي لشركة، سنخص الاعتناء بها للوصول إلى أعلى مستوى من الخبرة والمهنية، نساء ورجال، لضمان تحقيق أهداف هذه الشركة. وأخيرا نداء للعاملات والعمال لتضافر الجهود، كل في موقعه، وخاصة العمال المرابطون على مستوى الوحدات الإنتاجية في الشمال، في الشرق، في الغرب، في الوسط، في الجنوب الكبير، وهذا لضمان النجاح. والله ولله التوفيق. شكرا.